مرحبا، أنا خالد. الآن سنتعرف سويا على كيفية استخدام قلم تريسيبا فليكس تاتش بالشكل الصحيح. هيا بنا. هذا هو الشكل الخارجي للقلم، الاسم والتركيز. في البداية يجب التأكد من الاسم والتركيز. يوجد مؤشر وعداد الجرعات في الجهة اليمنى من القلم ليتم ضبط عدد وحدات الأنسولين للجرعة المطلوبة. بجانب العداد يوجد بكرة ليتم اختيار عدد الجرعات المطلوبة بها. في طرف القلم يوجد زر يجعل الأنسولين يتدفق خارج الإبرة. لفتح القلم اسحب الغطاء لتجد موضع تركيب الإبرة، وهذه هي نافذة الأنسولين. تأكد من أن الأنسولين صاف وعديم اللون. ركب الإبرة الجديدة وأدرها حتى تصبح محكمة الربط. انزع الغطاء الخارجي واحتفظ به لاستخدامه فيما بعد. انزع الغطاء الداخلي وتخلص منه. قبل تحضير الجرعة لابد من التأكد أن الأنسولين يتدفق. اختر وحدتين وهي الكمية المطلوبة للتأكد من أن الأنسولين يتدفق عبر الإبرة. اضغط واستمر في الضغط على زر الجرعة حتى يعود عداد الجرعات إلى الرقم صفر. ينبغي أن تظهر قطرة من الأنسولين على طرف الإبرة. اختر الجرعة التي تحتاج إليها حسب إرشادات أخصائي الرعاية الصحية المشرف على حالتك. أدر البكرة حتى تصل للرقم المطلوب. بعدها أدخل الإبرة تحت الجلد برفق في واحد من الأماكن المخصصة للحقن. يمكنك حقن تراسيبا في الفخذ أو الذراعين العلويين أو في البطن. اضغط على زر الجرعة حتى يعود العداد إلى الرقم صفر، ومن ثم ستسمع صوت نقرة أو ستشعر بها. انتظر، لا تخرج الإبرة الآن. اترك الإبرة تحت الجلد لمدة 6 ثواني على الأقل للتأكد من أنك حصلت على الجرعة بالكامل. اسحب القلم والإبرة من الجلد بشكل مستقيم. ضع طرف الإبرة في الغطاء الخارجي للإبرة. اضغط على غطاء الإبرة الخارجي بعناية. أدر غطاء الإبرة وتخلص من الغطاء والإبرة معا بكل حرص. ضع غطاء القلم مرة أخرى على قلمك للحفاظ على الأنسولين من الضوء. وبكذا يكون استخدام تراسيبا فليكس تاتش بالشكل الصحيح. لا تتردد في التحدث إلى طبيبك لتعرف أكثر عن القلم. دمتم سالمين.